البروسيس الثانيه معانا هي بلان ستيك هولدر مانجمنت. زي ما تعودنا في كل النولج اريا اللي فاتت كان بيبقى فيه بروسيس في بدايتها خاصه بعمل بلان فرعيه، خطه فرعيه من خطط اداره المشروع مختصه بالنولج اريا اللي بنتكلم فيه. هنا هتبقى البلان ستيك هولدر مانجمنت، وطبعا متوقع ان الاوتبوت الرئيسي بتاعها يبقى الستيك هولدر مانجمنت بلان، خطه اداره الستيك هولدرز. التول والتكنيك الرئيسي معانا هو اناليتيكال تكنيكس. انا محتاج ان انا اعمل شويه تحليلات كده عشان اعرف مين هم الستيك هولدرز اللي يعتبروا ان اوير بالمشروع وبالامباكت بتاعه، مش مهتمين او ما عندهمش درايه بشكل كافي يعني. مين الريزيستنت للتشينج؟ التشينج مقصود بيه ان انا بعمل بروجكت، البروجكت ده يعتبر تشينج، انا بعمل مشروع معين، فالمشروع ده تغيير سواء كان بالبرودكت نفسه او تغيير في الميثودولوجيز والجوفرنانس مثلا. فبالتالي انا محتاج اعرف مين اللي ريزيستنت للتشينج، اللي مش عاجبه المشروع ان هو يتعمل، مين النيوترال اللي هو لا سبورتيف ولا ريزيستنت، ومين السبورتيف اللي هو مؤيد للي انا بعمله وفرحان بالمشروع والبرودكت ده نفسه، ومين هو الليدنج يعني مش بس سبورتيف لا ده كمان actively engaged in ensuring the project is a success، يعني حريص على ان فعلا يتاكد ان المشروع ده يتم بشكل كويس وده هيمثل النجاح. Stakeholders engagement assessment matrix عبارة عن التيبل او الماتريكس اللي شايفينها قدامنا، هي ماتريكس او جدول خاص بتقييم مدى مشاركة الستيكهولدرز. من خلالها اقدر ان انا احط درجات للمشاركة بتاعت الستيكهولدر، هل هو unaware ولا resistant ولا neutral ولا supportive ولا leading، واجي عند كل واحد من الستيكهولدر وعلم قصاده ان ده انهي جزء في الجزئيات ديت، هل هو ان اوير ولا ريزيستنت ولا ولا ولا. طيب مش بس هحط مثلا تشيك كده ان هو ان اوير، لا ده انا كمان هحط سي ودي. الحرفين سي ودي مختصين بالكرنت والديزايرد، زي كانها باعتبار الاكشوال والبلان بتاعتي. الدي اللي هي البلاند او ديزايرد انجيجمنت، ايه هو مدى التشارك المطلوب او المرغوب ان يكون عليه الستيك هولدر ده. والكرنت انجيجمنت تعتبر زي الاكشوال ستيتس بتاعته، ايه هي فعلا حاله المشاركه الحاليه له، هل هو ان اوير وانا محتاج انقله لانه يبقى سبورتيف، هل هو ريزيستنت وانا محتاج انقله لانه يبقى سبورتيف او على الاقل نيوترال. فبالتالي انا بحط سي ودي عند القناه اللي انا عايزها. هنا في الاكزامبل اللي قدامي موجود مثلا الستيك هولدر الاولاني، موجود السي عند ان اوير وموجود دي عند سبورتيف. ده معناه ان انا محتاج انقل الستيك هولدر ده من ان هو ان اوير بالمشروع لان هو يبقى سبورتيف معايا. الستيك هولدر التاني محتاج ان انا انقله من ان هو مجرد نيوترال ما بين البنين لان هو يكون سبورتيف. الستيك هولدر التالت واضح ان هو سبورتيف، وهي دي الدرجة المخطط او اللي انا ارغب ان يكون عليها. زي ما قلنا من شوية التارجت الرئيسي من البروسيس دي ان انا اطلع بالاوتبوت اللي هو ستيك هولدر مانجمنت بلان، الخطه اللي بتقول لي ازاي هدير الستيك هولدرز. جايب لي هنا في المحتويات بتاعتها it often provides desired and current engagement levels of key stakeholders اللي قلنا عليها من شويه اللي هي الديزايرد الدي والكرنت السي. The impact of change to stakeholders، التاثير الناتج عن التغيير، التاثير على الستيك هولدرز. Interrelationships and potential overlap between stakeholders، العلاقات والoverlap المحتمل ما بينهم. Stakeholder communication requirements، ايه هي المتطلبات بتاعة التواصل. Information to be distributed to stakeholders، زي ما كنا خدنا في الcommunication قبل كده في knowledge area اللي فاتت كنا خدنا information to be distributed. طيب هنا distributed لمين؟ للstakeholders، ايه هي المعلومات اللي هتوزع على كل stakeholders، سواء كانت correspondence، كانت reports، كانت submittals، كانت data معينة for information، including language، الformat، content، level of detail، reason for distribution لكل documents اللي هتوزع او information اللي هتتوزع. التايم فريم والفريكوانسي فور ديستريبيوشن اوف ريكوايرد انفورميشن تو ستيك هولدر، والميثود فور ابديتنج ذيس بلان از بروجكت بروجريس اند ديفلوبس.